الرموش هو واحد المركب ما بين الكيغاتين ما بين الماء وما بين مكونات اخرى, يعني واحد الخلايا اللي كيخليو لينا هاد الرموش هادو بهذيك بهذاك الشكل ديالهم. فلما كيكون تركيبه الشعر نعم كيفاش نفس التركيبه ديال الشعر غير هو الرموش كيكون واحد التركيز شويه زايد لان نعم. لان ديك المنطقه كما كنقولوا حنايا كتكون شويه حساسه وكنشوفوا باش كيبقاو شادين لان كنكونوا هما كنعرفوا حنا الجاذبيه فضروري من نسبه البروتين كتكون طالعه فيهم في الرموش اكثر من الشعر باش كيبقاو واقفين باش كيبقاو شادين هذيك لا فورم ديالهم. نعطينا بهذه المنطقه كيفاش خصو يكون دكتور عماد, يعني المنطقه اللي فيها الرموش. فاول حاجه بعدا خصنا نهضروا على واحد المساله اللي شائعه كثير واللي بزاف ديال الاخوات ومع الاسف حتى بالنسبه للبنيتات مراهقات هو التلصق ديال الشفار. من العديد من ولا هو الحل الابسط والاسهل. نعم حتى كما سبق لنا وذكرنا ان التلصق ديال الشفار كيكون واحد كما كنقولوا حنايا كاسعاف اولي او كواحد واحد المساله كنديروها في واحد المناسبه معينه فقط. وحنا المناسبات راه ماشي ديما عندنا المناسبات كتكون العرس ولا اي مناسبه, ولكن كاين بعض الاخوات اللي كتلصق الشفار وكتخليهم لاصقين واحد المده طويله وما كتحيدهمش, وكاين البعض اللي كيستعمل بعض المواد اللاصقه اللي ما كتكونش امنه ما كتكونش مرخصه, لان المواد اللاصقه اللي مثلا غادي تلصقوا بها الشفار خصها تكون واحد الماده اللي واخا كتلصق الى حيدتها كتحيد بسهوله وما كتعطيناش يعني واحد الاثر على الرموش ديالنا الاصليين. وحتى ديك البشره ديال الرموش اللي كتكون في الجفون ديالنا لتحت او الفوق ديال العين ديالنا ما كتاداش, فهذه بعدا من ما بين الاسباب اللي غادي يخلي لنا ان الرموش ينقصوا وان الرموش ما يبقاوش ينوضوا اذن كيقلالوا. هادشي هذه المساله اللي يعني واش هذيك اللصقه زعما تحبس لينا دوك البصيلات ديال كتعطي واحد الجدر ديال الرموش كتعطي ديفورماسيون كتعطي واحد التشويه لهذيك المنطقه اللي كيلصقوا فيها الرموش, يعني داك المنبت ديال الرموش دوك المسام اللي صغيورين اللي خصهم واحد المرونه معينه اللي خصهم يكونوا في واحد القياس معين باش كيمكن كتخرج ديك الرمشه وكتبقى محافظه على داك على 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 داك الصمود ديالها, يعني وكتبقى محافظه على الشكل ديالها وكتبقى محافظه على الحيويه ديالها. فلما كيتقاسوا هذوك المسام شنو كيوقع لنا, يا اما كتولي داك الجدر ما كيشدش كتولي كطيح هذيك الرمشه او الرموش كتولي كما كنقولوا حنايا ما كتنبتش بواحد الطريقه بواحد الوسيله اللي كتكون قويه واحد الوسيله اللي عاوتاني واحد الشكل وما كتعطيناش واحد الشكل اللي كيكون متماسك. والرموش راه ماشي غير اللي كما كنقولوا حنايا باش كتعطينا واحد الجماليه في الوجه ديالنا, ولكن الرموش كيعطينا وقايه ضد عده عوامل خارجيه منهم الغبره منهم الغازات منهم بزاف ديال الامور اللي يعني الرموش بالفعل والميكروبات كذلك. فهذوك الرموش راه هي بمثابه حمايه للعين ديالنا, هذا هو الاساس. دابا ملي كنتكلموا على العنايه بهذ المنطقه اول حاجه خصنا هاد الرموش اللي كنلصقوها ما نخليوهاش مده طويله في العين باش نحافظوا على العين ديالنا. طيب دابا كنديروا الماسكارا اللي ما كديرش تلصق الرموش راه كدير الماسكارا, وحتى الماسكارا فيها بزاف ديال الانواع. كاينه واحد النوع اللي مضاد للماء كتبقى واحد المده طويله وكاينه انواع كثيره, يعني حتى الماسكارا واش تضر زعما بالعين دكتور؟ تضرب العين كما قلنا الا استعملنا بعض الانواع اللي كتكون بحال هادو اللي كيكونوا اون بلاستيك, يعني كيكونوا مضادين يعني هادو تيكونوا بلاستيك فيهم مادة البلاستيك اكيد, لان مادة البلاستيك سيليكوني يعني ملي كدير كتنشف وكتولي عاطينا داك الشكل, يعني واخا تيقيسها الماء ما كيوقع ليها والو. بحال شديتي لاغلاك ودرتي هذا الشعر اييه, يعني هذيك لاغلاك ديال الشفار هي هذا النوع هذا ديال لي ماسكارا. وهاد كما قلنا حنا كيكونوا موسميين هاد الانواع هادو, واحسن حاجه هو راه كاين انواع كثيره ديال لي ماسكارا اللي كتكون كما كنقولوا حنايا خفيفه على الرموش وكتكون كذلك ما كتعطيناش الحساسيه. فهاد المساله ماشي مشكل خاصه الاخوات اللي كيبغيو يديروا الماسكارا, غير هو ضروري انها الاخت ديالنا ملي ترجع للبيت ديالها خاصها تحيدها خاصها تنظف الرموش ديالها وما تباتش بها, لان كاين بعض الاخوات كذلك كيباتوا بالماسكارا وهذه واحد المساله اللي هي غير منصح بها, لان الا استعملها الا درت هذه المساله غير واحد ربع ايام ولا خمس ايام غادي يبداو يطيحوا لها الشفار.
نعم، فضروري نمسحوا هذيك الماسكارا وغادي نشوفوا مع بعضياتنا وصفات للعنايه بالرموش ديالنا باش نبقاو ديما كنقويوهم وكنغذيوهم. الوصفه ديالنا يمكن ندير واحد الوصفه بسيطه، ناخذوا فيها زيت الورد معلقه كبيره ومعلقه كبيره ديال زيت البابونج، معلقه كبيره زيت البابونج، معلقه كبيره ديال زيت الورد، ومعلقه كبيره ديال زيت بذور المشمش. نخلطوا هاد المكونات كاملين وكنوليو كناخذوا شويه في القطن، يعني غير شويه ديال هاد الزيت هذا ما نكثروش، وكندهنوا به الرموش ديالنا بواحد الدهين اللي هو كيكون خفيف، وحتى الحاجبين حتى هما كيصلح ليهم، وحتى الشعر فهو كيكون سيروم كالشعر للشعر يعني بالليل، ونبقاو مداومين عليه يوميا ما نقطعوش، فان شاء الله غادي يشوفوا واحد النتيجه هائله. الناس اللي كيديروا زيت الخروع للحجبان ديالهم والشفار ديالهم الدكتور عماد، فكما قلنا ان غير منذ واحد السنوات مضات كان كيتستعمل، دابا حاليا يعني كما كنقولوا حنا دائما كنجيبوا اخر ما كاين في الابحاث، فلا ينصح به. علاش؟ لان هذاك الضغط اللي كدير داك زيت الخروع لانها ثقيله كدير واحد الضغط كبير على العين الا مشات تطحت فيها، ولا قدر الله كيمكن تسبب لنا في العمي، فلهذا نحاولوا نتجنبوه. القلم حتى هو من المواد اللي جميليه اللي خصنا عاوتاني نمسحوها، ماشي بحال الكحول، القلم ماشي هو الكحول، والكحول الا كان شي كحول اللي كيتصايب كما كنقولوا حنايا بلدي مغربي من شي سيده اللي عندها هاد الطريقه هذه فهو مزيان، اما مثلا الا خدينا غير بعض ديك الحجره، واحد النوع ديال الحجر اللي هو غير كيتدق وكيدار في العينين، فهذاك لا ينصح به لانه في المرات كنحس بحال راه ملف عيني ملي كنجي هذيك الحجره اللي غير دقيناها ودرناها، فهذوك فيها نوع من المعادن، ودوك المعادن راه الا درناهم تحت المجهر راه كيوليو دايرين بحال الغازوار، يعني بحال داك دوك السنينات ديال الاله الحاده اللي يعني عندهم واحد الخطوره كبيره على العين ديالنا، ويقدروا يعطيونا احمرار ويقدروا يعطيونا بزاف ديال الامور. وانت دابا من خلال ما قلتي يعني ما هادشي اللي وصفتي لينا، فعندك واحد الحساسيه على المستوى ديال العين ديالك، ديال العين عندك حساسه بزاف، وهذا كدليل على انك ما خصك ديري لها حتى حاجه، يعني غادي نديروا لها بعض الزيوت اللي غادي نقويو بها الرموش. مثلا كاين زيت الصوجة، وزيت الصوجة اللي هي فيها مادة الفيتامين اش اللي هو البيوتين، البيوتين من المواد المغذية القوية للرموش ديالنا. هذه يا اما ديري مثلا زيت الصوجة، شوية ديال زيت الصوجة دهني بها الرموش ديالك خفيف، واحد الدهنة خفيفة انت وجميع الاخوات كيسمعوا لينا، فهي من الزيوت المقوية للرموش. زيت لافوكا الغنية بالفيتامين او، لان الفيتامين او حتى هو من المكونات اللي كتقوي لنا الرموش. زيت البابونج مادام انك عندك لا زيت الخروع كانت كتعطى، ولكن دابا يعني في ما يسمى بلا فارماكوبي او ما يسمى بالقانون المنظم للصيدليه عفوا، فمؤخرا ان زيت الخروع ولات من الزيوت اللي خص الانسان يتجنبها تحطها على العين، لانها ثقيله على على على, على كما كنقولوا حنايا على العين ديالنا. وكيمكن لا قدر الله كاين بعض الناس اللي عندهم مشاكل الحساسيه تعطينا واحد الاحمرار قوي، كيمكن في بعض الحالات انها تاثر لنا كذلك حتى على يعني الشبكه ديالنا او ذاك المخاط اللي كيكون عندنا على المستوى ديال العين، فنجنبوها. الى عندنا زيت لافوكا راه مزيان، الى عندنا زيت الصوجه راه مزيان، زيت البابونج بالنسبه للحاله ديالك، زيت البابونج انك شويه منها ودهني على الرموش ديالك لانك عندك مشكل ديال الحساسيه، ولكن هذا الشيء كامل ما خصناش نديروا الزيت ونخويوها مباشره في العين، فهذا كما قلنا غادي ناخذوا مثلا قطن خفيف كنديروا فيه الزيت خفيفه جدا، يعني بحال دابا درنا القطن درنا داك القطن في الزيت نعصروه مزيان وندهنوا غير بداك الاثار ديال الزيت، فهو غادي يعطينا فائده. او نديروا مساله ديال واحد الماسكارا اللي كتكون عندنا يعني داك فين كتكون الماسكارا مثلا كنغسلوها مزيان، وكنستعملوا ديك الشيته ديال الماسكارا وكنديروا شويه ديال الزيت وكندهنوا به الرموش ديالنا، وان شاء الله الامور غتكون بخير. اسماء كتقول لك دكتور عماد بغيت زيوت لمسح العيون والوجه عوض ديماكيون. ف مسح العيون والوجه عوض ديروا ديماكيون ضروري اننا كيخص يكون مواد اللي كتعطينا ديال التنظيف، فهنا كيخصنا ناخذوا معلقه كبيره
الزيوت ما يمكنش نستعملوها كديماكيون لان الزيوت ضروري خصها تحط على واحد البشره اللي كتكون نظيفه. فالا بغات دير ديماكيون ناتوريل او ديماكيون طبيعي فغادي ناخذ معلقه كبيره ديال زرع الكتان وغادي ناخذ معلقه صغيره ديال الزعتر كنطبخوهم في كاس كبير ديال الماء حتى كيتطبخ الخليط كنخليوه ليله كامله باش داك زرع الكتان كتطلق لينا ديك الماده اللزجه ديالها كنصفيوه وهو اللي كنمسحوا به كنستعملوه كديماكيون ناتوريل. هذاك المحلول كنحافظوا عليه في الثلاجه ولكن كل 10 ايام كنبدلوه. ام علي كتقول لك زيت الثوم للحواجب والرموش. نعم صعيبه صعيبه لان الثوم في المزاز ديال الكبريت ولا مشات تطيح في العينين راه غيحرقها. واشو انت غير الثومه اللي درناها على الجلده ديالنا اللي كتكون قويه غندهنوها غير على يدينا غادي تحرقنا فما بالك اننا غادي نستعملوها للروم. وهنا الاخت ديالنا ولكن هي غادي تكون 100% شافتها يا في مواقع التواصل الاجتماعي نصحها به شي واحد ولكن باش كنقولوا حنايا ما عمرنا نجتهدوا. الثوم مثلا كنديروها للشعر والجلده ديال الشعر راه ماشي صافي غير الشعر راه حتى الحاجب والرموش اننا كان غادي تصلح لهم لان الحاجب والرموش كيتواجدوا بمنطقه حساسه منطقه حول العين. اذا حنا ما غنبقاوش نشوفوا الشعر غادي نوليو نشوفوا حول العين يعني اي حاجه ما غاديش تعطينا مضره لهذه المنطقه هذه وزائد هذا الشيء انها غادي تصلح لنا الشعر الحاجبين والرموش. طيب عندنا السؤال ديال نهيله كتقول لك دكتور عماد بغات تشوف تشاور معك في واحد الوصفه حتى هي شافتها في مواقع التواصل الاجتماعي صالحه للبشره والشفار اللي هي الماء ديال القرنفل. الماء ديال القرنفل حتى هو كيمكن يضرنا في العين ديالنا لان لوجينو المجهد شوف هالقرنفل الا هزيناها في الفم ديالنا كيفاش كتكون كتلسع مجهده فما بالك اننا غنديروا على العين فما كنصحش بهذه الوصفه هذه. كوش عظم التمر مطحون مع زيت ارغان مزيان للرموش. فزيت ارغان مزيان للرموش ولكن مع العظم ديال التمر فما منصحش دير غير زيت ارغان الا عندنا زيت ارغان راه مزيان. الوصفه اللي فيها اتاي مع اليازير كيطبخوا كيباتوا ليله كامله ومن بعد كنبداو نديروهم للرموش لتقويه الرموش. دكتور عماد شنو رايك في هذه الوصفه؟ ما عندها حتى شي علاقه لان غادي غتحرش لنا الرموش ديالنا ضروري. فهنايا في الرموش احسن حاجه يعني الماء اللي غنستعملوا لهم كاين جوج ديال الانواع. كاين اللي كيكون مقطر اللي هو الزهر الماء ديال الزهر مهم جدا غير هو كنهضروا على امور اللي هي طبيعيه ولا الورد المقطر. هذه وصفه هادو يعني يمكن ندهنوا بهم الرموش ديالنا وخفاف وما كياثروا ليناش على يعني على العين ديالنا. قلتي الماء ديال الزهر ولا الماء ديال الورد هادو جوج ديال المقطرات التقليديين يعني اللي كيدخلوا في ما يسمى بالصيدليه التقليديه المغربيه فهذه من المواد اللي نستعملوا كمياه تستعملها للبشره ديالنا للرموش ديالنا عفوا. ولكن بالنسبه لليازير نطبخوه معاه اتاي فهادشي كامل ما غاديش يصلح. لطيفه كروان كتقول لك واش القرنفل الا حرقنا ليه راسه وطرسينا به الحجبان واش ما فيه حتى شي ضرر؟ هذه من الوصفات القديمه دكتور عماد. نعم ما كاينش شي ضرر للحجبان ماشي الرموش. نعم الحجبان للحجبان ماشي مشكل. طيب اخوتي كيسولك على الكحل البلدي دكتور عماد واش مزيان للرموش؟ مزيان كما قلنا الا كان مطحون بمصايب على الطريقه التقليديه فماشي مشكل. كيكون حار نعم كيدار فيه البزار كنظن كيداروا فيه مكونات اخرى يعني كاين بعض النباتات كثيره اللي كدار كتكون حاره خاصه الكحول الصحراوي المغربي راه كتوصل فيه حتى لواحد 35 نبته ولا 36 نبته ولكن سبحان الله العظيم هذيك التركيبه كيفاش كيكون داك التركيب كتكون بطرق امنه يعني حتى داك المقياس باش كيتصايبوا النباتات وداك الشيء كتكون مضبوطه. هذا الشيء علاش اما اللي مع الاسف اللي اصبح دابا شائع هو كنجيبوا واحد الحجره وكتدق وكتخلط وكتعطى يعني كتدق هكاك وكتعطى باش كدار العين او الرموش فهذيك غير منصوح بها. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.